صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل البيت الكرام وصحبه لذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل البيت وصحبي لذوي القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا واجعل لنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا اللهم
جعلنا به حجة يا رب يا يا ربنا